السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الجديد الذي سنحلل فيه النص الثاني من نصوص محور رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. طبعا هذا النص لن أصوغ له تقديما ولا موضوعا ولا مقاطعا، لأنكم ستجدون كل هذه المعطيات بالتفصيل في الرابط أسفل هذا الفيديو على صفحة دليل التلميذ. أنصحكم بالعودة إلى هذه الصفحة التي سنتعامل معها طيلة هذا المحور أو طيلة تحليلنا لهذا المحور وإن شاء الله طيلة عملنا على هذه القناة. إذن نبدأ بتمهيد قراءة التمهيد لهذا النص الذي ورد تحت عنوان الأعشى. سبق وأن رأينا في النص السابق طبعا أن أبا العلاء قد رحل بطله ابن القارح من عالم الأرض إلى عالم السماء، وكانت الكلمة الطيبة هي المطية أو هي الأداة والوسيلة التي ارتحل بها هذا البطل من العالم الحقيقي إلى العالم القصصي. ورأينا نقدا لذلك المعتقد ونقدا لذلك التصوري الذي ساد عند العامة وعند ابن القارح أي علي ابن منصور الحلبي خصيصا، الذي تصور أن الشفاعة ودخول الجنة يقتصر فقط على الكلام الطيب. نشرع إذن بقراءة تمهيد هذا النص ثم نبدأ بتحليله. كان ابن القارح قد عقد مجلسا خمريا أول دخوله الجنة. لاحظوا، إذن ابن القارح ماذا فعل؟ عقد مجلسا خمريا عند أول دخوله للجنة. نحن نعرف أن الجنة الخمرة فيها حسب ما ورد في النص القرآني والأحاديث موجودة، وهي خمرة غير مسكرة ولا مذهبة للعقل، ومنها أنهار، وطبعا يتمتع الإنسان بها ما تمتع. لكن ابن القارح أول ما دخل إلى الجنة ماذا فعل؟ عقد مجلسا خمريا، وهو بذلك إذن يدل على تعلقه بالدنيا ومجالس الخمرة فيها التي تدل على نفاقه وقلة وعيه. وقد ذكر الأعشى وتأسف على موته دون ملاقاة النبي بدليل قول الساردي. إذن ابن القارح في هذا المجلس الخمري شرع يناقش مواضيع الشعر، ومن ذلك موضوع الشاعر الجاهلي الأعشى صاحب معلقة من المعلقات، وتأسف على موته دون أن يلاقي النبي باعتباره شاعرا من الفترة الجاهلية، أي أنه بالضرورة لن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم الذي إذن جاء في الفترة الإسلامية التي كانت ختام الفترة الجاهلية. قول السارد إذن: فيقول الشيخ حسن الله الأيام بطول عمره. من هنا المتدخل في هذه الجملة الاعتراضية؟ هنا المعري. وقلنا سابقا أن الجمل الاعتراضية أسلوب يميز ماذا؟ يميز رسالة الغفران. آهين لمصرع الأعشى ميمون، وكم أعمل من مطية آمون. ولقد وددت أنه ما صدته قريش لما توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنه أسلم لجاز أن يكون بيننا في هذا المجلس فينشدنا غريب الأوزان مما نظم في دار الأحزان، وها هو في أول نزهته بالجنان يلتقي به. إذن الآن السيد ابن القارح سيلتقي بالأعشى هذا الذي توفي ولم يقابل النبي ولم يسلم. فمن المفترض هنا أن يتبادر إلى ذهننا أسئلة قبل أن نشرع في النص: هل الأعشى سيكون في الجنة أم في النار؟ هنا سيلقاه إذن في الجنان، سيلقى الأعشى الذي لم يسلم بعد، وسنرى ما سبب دخول الأعشى للجنة، وسنرى القضية المطروحة من خلال هذا اللقاء ومن خلال هذا النص. واضح؟ إذن نبدأ في قراءة نصنا. ثم إنه أدام الله تمكينه
يخطر له حديث شيء كان يسمى النزهة في الدار الفانية. لاحظوا ثم أداة الربط، هذه أداة الاستئناف التي تدل على جمع مع التراخي، يعني بعد تفكير. أدام الله تمكينه جملة اعتراضية تدل على ماذا؟ تدخل المعري. والدعاء هذا ليس دعاء له بالخير بقدر ما هو دعاء عليه بالشر. يخطر له حديث شيء كان يسمى النزهة في الدار الفانية. إذن هنا يخطر، تلاحظون أن الراوي هنا المعري، والفعل هنا الفعل الرواية يخطر يدل على ماذا؟ يدل على إذن الفجائية. فالأحداث هنا ستتولد تلقائيا أو فجائيا، ليست بتنظيم وترتيب وتسلسل. نحن إذن إزاء خاطرة تخطر بباله ماذا؟ أن يتنزه في الجنة كما كان يتنزه في الدار الفانية، يعني في الدنيا. فيركب نجيبا من نجوب الجنة خلق من ياقوت ودر. إذن هنا بمجرد أن يخطر له التجول فالنتيجة يركب نجيبا. ما معنى النجيب؟ النجيب هو الجمال، لكن نحن في جنة. فهذه الصورة إذن تذكرنا بمن؟ تذكرنا بشبه الجزيرة العربية، المنطقة الصحراوية، والانتقال عبر الجمال. وهنا تلاحظون تداخل الأطر، الإطار الذي تدور فيه الأحداث هو إطار المكان الجنة، إطار غيبي، لكنه تجدون فيه تداخلا مع الإطار الدنيوي. لكن المميز في هذا الجمل ما به؟ أنه خلق من ياقوت ودر. فنحن إذا جمل ليس بجمل عادي من لحم وعظم، وإنما جمل مخلوق من ياقوت ودر، من أحجار كريمة. إذن نحن في عالم ماذا؟ في عالم العجيب وعالم الخيال. إذن في سجن بعد عن الحر والقر. لاحظوا اللغة المسجوعة هنا. إناء فيهجن فيسير في الجنة على غير منهج. إذن هذا ومعه إناء فيهجن فيسير في الجنة على غير منهج. إذن يسير في الجنة في طريق ليس بمنظم، أو ربما طريق ملتو. ومعه شيء من طعام الخلود. إذن تلاحظون الصورة وكأننا إزاء صورة دنيوية بحتة. الرجل يرتحل على النجيب على الجمل في الصحراء محملا زاده. إذن صورة دنيوية لكنها صورة عجائبية في الآن ذاته. إذن ذخر لوالد سعد أو مولود، فإذا رأى نجيبه يملع بين كثبان العنبر وضيمران وصل بصعبر، رفع صوته متمثلا بقول البكري. هذا السيد ابن القارح يتجول في الجنة كما قلنا. هذه الجنة كثبانها ليست كثبانا من رمل عادي، وإنما نحن إزاء جنة كثبانها من عنبر. لاحظوا إذن نحن إزاء جنة غير عادية. الشجر فيها شجر أيضا غير عادي، صورة عجائبية متخيلة لهذا الفضاء الذي تدور فيه الأحداث. لاحظوا إذن ابن القارح يتجول في هذه الجنة الغريبة العجيبة التي يصورها المعري بالعودة إلى ماذا؟ الموروث الثقافي من ناحية، وكذلك من خلال صورة الواقع بقول البكري. إذن أبيات شعرية والشعر حاضر في رسالة الغفران وفي قسم الرحلة حضورا ملفتا. ليت شعري متى تخب بنا الناقة نحو العذيب فالصيبوني، محقبا زكرة وخبز رقاق وحباقا وقطعة من نون. إذن هنا يعني ابن القارح
يردد هذه الأبيات الشعرية التي تذكرها من عالم الدنيا، تذكرها عندما إذن غرقت أقدام جمله في كثبان العنبري، يعني بالحباق جرزة البقل. لاحظوا هنا ماذا فعل السيد المعري هنا؟ إنه يشرح لنا، يتدخل ليشرح، وهذا الأسلوب يسمى الأسلوب التعليمي وتشريك القارئ في رسالة الغفران، وسنجده متواترا، وعلينا أن نركز على هذه الفكرة. واضح؟ علينا أن نركز بدقة على هذه الفكرة، يعني مسألة هذه التعليم في رسالة الغفران والاستطرادات. الاستطراد يعني الخروج عن القصة إلى مسائل أخرى، إما بالجمل الاعتراضية أو بالشروح هاته. فيهتف هاتف ابن ابن القارحي يردد هذه الأبيات، وفجأة يسمع هاتفا، يعني إنسانا يهتف: أتشعر أيها العبد المغفور له؟ لمن هذا الشعر؟ إذن هنا هل هذا الهاتف يعني يتدخل بصيغة استفهامية، يسأل ابن القارحي باعتباره عبدا مغفورا له: لمن هذا الشعر؟ فيقول الشيخ، وهذا الشيخ يعني كما قلنا صورة الشيخ التقي، لكنه إذن سنرى تصرفاته في بقية النصوص كيف ستكون. نعم، حدثنا أهل ثقتنا عن أهل ثقتهم. لاحظوا مسألة الرواية، رواية الشعر عن الثقات، وهنا قضية من القضايا التي يطرحها المعري في رسالة الغفران، ألا وهي القضايا الأدبية ومسألة توارث الشعر وتناقله، يعني تواتر وتناقل الشعر عند العربي. واضح؟ نواصل. يتوارثون ذلك كابرا عن كابر حتى يصلوه بأبي عمرو بن العلاء، يعني هذا الشعر يتوارث من جيل إلى جيل إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى هذا أبو عمرو بن العلاء الذي يعتبر إماما من أئمة اللغة والأدب، يعني رائدا من رواد علم النحو كذلك. فيرويه لهم عن أشياخ العرب حرشة الضباب في البلاد الكلدات وجناة الكمأة في مغاني البدات، لاحظوا اللغة المسجوعة، الذين لم يأكلوا شيراز الألباب ولم يجعلوا الثمر في الثبان، أن هذا الشعر، إذن هؤلاء الثقات الذين توارثوا هذه الأبيات، لمن ينسبون هذا الشعر؟ ينسبونه لميمون ابن من؟ ميمون ابن قيس ابن جندل، أخي بني ربيعة بن ذبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. يعني لاحظوا مسألة الثقات والرواية وهذا السند بأسره لكي يثبت يعني انتساب الشعر لصاحبه أو نسبة الشعر لصاحبه. نواصل. فيقول الهاتف: أنا ذلك الرجل. لاحظوا يعني بمجرد أن ابن القارح ردد تلك الأبيات، إلا وماذا حصل؟ إلا ونطق هذا الرجل وقال وأجابه: من الله من الله علي بعدما صرت من جهنم إلى شفير ويئست من المغفرة والتكفير. فيلتفت إليه الشيخ هشا بشا مرتاحا، فإذا هو إذن بشاب غرانق غبر في النعيم المفانق وقد صار عشاه حورا معروفا. إذن هذه الأبيات لمن؟ هي لابن للأعشى. إذن تلاحظون هذا الأعشى، إذن
حسب روايته كاد أن يدخل جهنم. لماذا؟ لكفره، غير أنه غفر له فدخل الجنة وقد تغير وتحول عشاء عينيه. الأعشى نسبة يعني العين المريضة تحولت إلى عين حوراء، وانقلب انحناء ظهره إلى قوام موصوف. لاحظوا هنا مسألة ماذا؟ مسألة الجزاء والمكافأة. معظم الناس هنا يتصورون أن في الجنة سيلقون إذن صورة أخرى غير صورتهم في الواقع. فهنا يعني الأعشى تحصل على شفاعة فدخل الجنة، وليس هذا وحسب، وإنما تغيرت هيئته وتغيرت ملامحه. هنا نتساءل، بما أن الأعشى قد تغيرت هيئته وملامحه، لماذا لم تتغير هيئته وملامح ابن القارح الذي بعث شيخا؟ سنرى هذا إذن مع تقدم الدروس. فيقول: أخبرني كيف كان خلاصك من النار وسلامتك من القبيح الشنار؟ إذن هنا ابن القارح يعتمد السؤال، والسؤال ضروري باعتباره محركا للأحداث. فالحوار تلاحظون بين الأعشى وابن القارح، واستفسار ابن القارح عن طريقة حصول الأعشى على الشفاعة. فيقول: سحبتني الزبانية إلى سقر. إذن هنا السيد الأعشى سوف يسرد لنا القصة المضمنة، وهي يعني المقطع الثاني في النص. سحبتني الزبانية إلى سقر. الزبانية نتحدث عن ملائكة غلاظ شداد، هم ملائكة العذاب. سحبت الأعشى إلى جهنم سقر. فرأيت رجلا في عرصات القيامة يتلألأ وجهه تلألؤ القمر. وفجأة والملائكة تسحبه إلى جهنم، رأى رجلا يلمع ويشع إشعاعا، والناس يهتفون به من كل أوب: يا محمد الشفاعة الشفاعة، نمت بكذا ونمت بكذا. يعني هذا الرجل المنير الوجه هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا مصطلح الشفاعة، فتكرر مرتين. هنا المعري ينتقد لنا أو ينقد لنا مصطلح الشفاعة. كيف هي الشفاعة عند الناس؟ الشفاعة سنتبينها الآن. فصرخت في أيدي الزبانية: يا محمد أغثني فإن لي بك حرمة. إذن هنا الأعشى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ماذا يفعل؟ أن يغيثه وينجيه ويشفع له. فقال: يا علي بادره فانظر ما حرمته. هنا النبي إذن وجه المسألة أو وجه المسؤولية لعلي ابن أبي طالب. وتلاحظون هنا حضور من؟ حضور علي ابن أبي طالب وحضور النبي، وهما إذن من آل البيت. وهنا مسألة الشفاعة ونقد مسألة الشفاعة التي اتصلت بكل من؟ بكل آل البيت. فجاءني علي ابن أبي طالب صلوات الله عليه، وأنا أعتل كي ألقى في الدرك الأسفل من النار. فزجرهم عني وقال: ما حرمتك؟ فقلت، إذن هنا حوار بين الأعشى وعلي ابن أبي طالب، وكما قلنا هنا نقد لمعتقد الشفاعة عند من؟ عند الشيعة الذين يؤمنون بقدرة علي ابن أبي طالب على الشفاعة وإدخالهم للجنة. فقلت: أنا القائل، ألا أي هذا السائل أين يممت أو أين يممت؟ فإنا لها من أهل يثرب موعدا، فآليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا. متى ما تناخي عند باب ابن هاشما تراحي وتلقى من فواضله ندى. أجدك لم تسمع وساط محمد نبي الإله حين أوصى وأشهد.
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصدا، فإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن سهما حديدا لتقصدا، ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحا أو تأبدا، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا. إذا تلاحظون أن الأعشاء قد استدل بماذا؟ بأبيات شعرية نظمها في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأبيات لم تبلغه ولم تصله، فكانت هذه بمثابة الحجة التي سيطالب بها الأعشى النبي في أن يشفع له. وهنا تلاحظون دور الشعر. إذن هل الشعر والكلمة الطيبة التي أدخلت ابن القارح إلى الجنة هي ذاتها إذن تتكرر مع الأعشى؟ وهو أكمل الله زينة المحافل بحضوره يعرف الأقوال في هذا البيت، وإنما أذكرها لأنه قد يجوز أن يقرأ هذا الهذيان ناشئ لم يبلغه. حكى القراء وحده أغار في معنى غار إذا أتى الغور، وإذا صح هذا البيت للأعشى فلم يرد بالإغارة إلا ضد الإنجاد. هنا يتدخل المعري مرة أخرى ويقول الأعشى: قلت لعلي وقد كنت أؤمن بالله وبالحساب وأصدق بالبعث وأنا في الجاهلية الجهلاء. كيف هذا؟ يعني أنه يؤمن بمحمد ويؤمن بالله ويؤمن بالبعث ويؤمن بكل شيء وهو في الجاهلية، فوكأن مسألة الإيمان المجرد هي ذاتها أو هي السبيل الذي سيشفع له. فذهب علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أعشى قيس قد روي مدحه فيك وشهد أنك نبي مرسل. فقال: هل جاءني في الدار السابقة؟ فقال علي: قد جاء ولكن صدته قريش وحبه للخمر. النتيجة: فشفع لي فأدخلت الجنة. لاحظوا، إذن مجرد هذه الأبيات أو الكلمات الطيبة التي نظمها الأعشى في النبي صلى الله عليه وسلم أدخلته الجنة. هنا المعري ماذا ينتقد؟ ينتقد إذن قضية من قضايا الفكرية الدينية المعتقد التي يؤمن فيها الناس بأن الكلمة الطيبة وحدها هي التي تلحق الشفاعة في أهلها. قل طيبا تدخل الجنة، على أن لا أشرب فيها خمرا، فقرت عيناي بذلك، وإن لي منادح في العسل وماء الحيوان، وكذلك من لم يتب من الخمر في الدار الساخرة لم يسقها في الآخرة. لاحظوا، إذن هنا مسألة التعويض وصورة الدنيا والآخرة، يعني من يتمتع في الدنيا بشيء فإنه سيحرم منه في الآخرة، ومن يحرم من شيء في الدنيا فإنه سوف يناله ويتحصل عليه في الآخرة. وهذه الصورة صورة إذن نقدية لماذا؟ للآخرة أو لتصور الناس ومعتقدهم من الآخرة. تلاحظون إذن أن الإطار المكاني إطار عجيب، الإطار الزماني إطار عجيب كذلك، الشخصيات عجيبة غريبة، إذ نجد حوارا ونقاشا بين شخصيات من عصور مختلفة، فالأعشى في الجاهلية وابن القارح في القرن الثالث أو الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب يعني في الفترة الإسلامية، هؤلاء كلهم بشر من عصور مختلفة نجدهم يلتقون ويتحاورون، والأكثر من هذا حوار بين البشر والملائكة، وهذا طبعا مظهر من مظاهر العجيب ومظهر من مظاهر الخيال في رحلة الغفران.
تلاحظون كذلك دور الوصف والحوار والسرد في بناء النص، إذ نوع المعري في هذه الأساليب أو التقنيات، فاستعمل السرد والاستباق والاسترجاع، كما استعمل الوصف الذي صور لنا به المكان العجيب، كما استعمل الحوار ليجعل من الأحداث أحداثا، يعني ليطور نسق الأحداث وكذلك ليكشف عن بواطن الشخصيات. هذا بالإضافة إلى الاستطرادات اللغوية التي بنيت على التفسير والتعليم. هنا نصل إلى خاتمة هذا النص لنحدد القضايا المطروحة فيه، ألا وهي قضايا اعتقاد أو قضايا دينية فكرية حول مصطلح الشفاعة، قضايا اجتماعية وأخلاقية، وقضايا إذن أدبية فكرية. شكرا لكم على حسن المتابعة. كما قلت إذن أعيد التذكير بأنكم ستجدون رابطا أسفل هذا الفيديو فيه التقديم الموضوع المقاطع وإجابة أو تحليل لبعض العناصر كأركان القص وأنماط القص وأهم القضايا التي يمكن أن تستدلوا بها في شروحكم، بالتعاون مع صفحة طبعا دليل التلميذ. شكرا لكم على حسن المتابعة. كان معكم الأستاذ أحمد الطيف، ملتقانا في النصوص المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.